صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج حدث نهار السبت 12 ايلول سبتمبر 22 ايلول سبتمبر 2018. بس هني رحب بضيفنا باستوديو عضو تكتل لبنان القوي النائب ألعون. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يعني اليوم الى اي مدى تتحملون مسؤولية ما يعرف بالفراغ الحكومي؟ الفراغ اللي هو مش موجود بالحكومة لأنه حكومة تصريف أعمال بتدلى، بس البعض يعتبر أنه اللي كان مسؤول أو اللي بيحملوه مسؤولية الفراغ الرئاسي اليوم عم بيقلبها أنه أنا السلطة الوحيدة اليوم بمعنى القادرة على توقيع المراسيم، وهو رئيس الجمهورية في يعني بظل غياب حكومة فعلية وسلطة تنفيذية فعلية. رايحين أيضا على التشريع من التنين، هذه المشاريع إذا أقرت في مجلس النواب هل هي قابلة للتنفيذ أو إنها رح تكون مرهونة بحكومة جديدة؟ يعني حتى الناس ما تتأمل كتير، لأنه في كتير ملفات بتعني المواطنين مباشرة. في المشروع الرئيسي اللي هو حل لأزمة الإسكان، اللي أيضا حضرتك من الموقعين على هذا مشروع القانون، كيف بتكون تتعاطوا مع هذه المواضيع؟ إلى أي مدى قابل التيار الوطني الحر ويريد فعلا أن يسهل تأليف الحكومة؟ لأنه أيضا من ضمن العقد يعرف بعقدة حصة رئيس الجمهورية وحصة التكتل، تكتل لبنان القوي، إضافة إلى الحصار الدولي البعض يقول، وليس فقط الخليجي، على رئيس عون وعلى العهد الرئاسي. وهذا الأمر سوف يتجلى في نيويورك بعد أنه البعض يتحدث عن معلومات عن عدم لقاء رؤساء دول من يعني عم نحكي الدول الأساسية والدول الكبرى، ونيويورك هي المحطة اللي لازم تكون يعني فسحة لهذه اللقاءات. رح أحكي معك بكثير عناوين، لكن اسمح لي بداية أستاذ علاء أن أنتقل إلى زميلي شادي خليفة وموجز أهم الأخبار. أهلا بكم. أفاد مراسل الجديد في عكار عصام رجب عن غرق مركب كان يقل نحو 27 نازحا سوريا في عرض البحر قبالة شاطئ عكار أثناء محاولتهم مغادرة لبنان إلى قبرص بطريقة غير شرعية عبر مرفأ العبد شمال لبنان. وأشارت المعلومات عن وجود عدد من الضحايا في الحادثة، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات. وقد عملت البحرية في الجيش اللبناني صباحا على انتشال عدد من اللاجئين، فيما يعمل الصليب الأحمر على نقل عدد منهم إلى مستشفى الخير في المنيا. وقال مختار ببنين محمد البستاني الذي ساهم في الإنقاذ وقاد المركب الذي انتشل المركب الغارق، إن جميع الركاب هم بحالة جيدة وهم من الجنسية السورية، وقد تم تسليمهم إلى الجيش اللبناني في نقطة الحراسة المخصصة للمرفأ. كما واكب الصليب الأحمر اللبناني عملية الإنقاذ ونقل جثة الطفل المتوفي. أخي فلان شبر طوله 8 متر ونص، جاي من برا محمل 40 واحد، نسوان وأطفال وكذا. هلا وصل المنطقة كان قلب فيهم نايمين كلنا على فرد محل أو كذا، قلب المركب في عنا فلوكة تام، ركضوا عليهم واحد شايل 26 وحدة وواحد شايل 14، فيهم طفل ميت طفل صغير. المركب مهاجرين في مركب صغير وحطيه في 36 شخص بين رجال ومرأة وولد طفل، وغرق المركب، وفي بعض الصيادين انقذوهم ورجع بعدين اعطوا خبر للجيش، ونزل الجيش عم يزق له عليه. هلا بيقولوا في ولد ميت وفي مره ميته، عم يغيروا موتار اولمو موتار خريب وغرقوا، ورحت الفليك لقيتهم وحكوا مع الجيش وطلعوهم. أعلن التلفزيون الإيراني ووكالة الأنباء الإيرانية فارس عن تنفيذ اعتداء إرهابي خلال عرض عسكري أقيم صباح اليوم في أهواز جنوب غرب إيران. وأفادت التقارير الواردة أنه جرى خلال العرض العسكري الذي أقيم في ذكرى الحرب العراقية الإيرانية إطلاق نار استهدف العسكريين، وقتل من جراء الاعتداء الإرهابي 8 عسكريين وأصيب نحو 20 آخرين. وأفاد التلفزيون الإيراني أنه جرى خلال العرض العسكري إطلاق نار على منصة العرض العسكري انطلاقا من حديقة خلفية للمنصة، وأنه جرى القضاء على 2 على الأقل من منفذي الهجوم. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف أعلن أن المهاجمين ينتمون إلى منظمة الأهوازية المدعومة من السعودية،
لافتا إلى أن هذه الجماعة استهدفت سابقا المعسكرات الصيفية السنوية التي يقيمها البسيج، ولاحقا تبنت المنظمة الهجوم. ولمناسبة إحياء ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة خلال استعراض عسكري لقوات بلاده المسلحة أن طهران ستزيد من قدراتها الدفاعية ولن تتخلى عنها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تخوض حربا مباشرة مع إيران من خلال وقوفها ضد الشعب الإيراني وانتهاكها للاتفاق النووي. في الخبر الأخير، أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أسفه كيف أن المسؤولين السياسيين في لبنان يخربون أكثر مما يبنون، وتمنى الراعي خلال لقائه الوفد الإعلامي المواكب لزيارته الرعوية إلى كندا أن يبقى أبناء الجالية اللبنانية في كندا الصورة الجميلة عن لبنان، هذه الصورة التي لم يستطع أن يعكسها اللبنانيون في لبنان. ولفت إلى أن المسؤولين عندنا لا يستطيعون العمل على قيام الدولة واحترام الإنسان أو إفساح المجال لغيرهم. إلى ذلك، يرعى الراعي مساء اليوم بتوقيت بيروت حفل إزاحة الستارة عن تمثال المغترب اللبناني، وسيشارك في الاحتفال عدد من المسؤولين الرسميين في كندا وفعاليات وأبناء الجالية اللبنانية. ختام الموجز، عودة إلى الزميلة نانسي السبع. شكرا شادي. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، واجدد الترحيب بضيفي عضو تكتل لبنان القوي النائب ألاعون. اهلا وسهلا فيك من جديد. البدايه من الحادثه الماساويه اللي صارت اليوم بعكار، الى اي مدى يعني بنلاقي انه في فكره يعني اللاجئين السوريين بعدهم بيرموا حالهم بالبحر هربا من يعني حتى الاوضاع الماساويه اللي عم بيعيشوها ببلدان اللجوء؟ ليش لحد اليوم ما في مثل ما عم بقول بعض ديناميه فعليه بهذا الموضوع وبترحيل اكبر عدد ممكن من اللاجئين، ولا هؤلاء لا يريدون العوده الى سوريا؟ يعني اكيد مؤسف ان تحصل هيدي الحادثه، وشيء مؤلم يعني انه يوصل الانسان الى حد المجازفة بحياته أو اليأس اللي بياخده إلى يا لا سمح الله المجازفة بحياته أو الانتحار أو غيره يعني. بس وهيدي حالة مأساوية عم تواكب هالحرب من تداعياتها عمليا، برغم أنه نحن كلبنانيين عم نعمل كل شيء في علينا، يعني قديش فينا نعمل كلبنانيين حتى نحاول نخفف على السوريين أكثر ما أكلنا حالنا بكل شيء من أجل يعني تحمل هذا العبء. ونحن إذا صراخنا ونداءاتنا وتعلية صوتنا بموضوع عودة النازحين وحس المجتمع الدولي لخلق ظروف العودة، هي تحديداً لما نوصل لها الحالات عملياً يعني كل صراخنا نحن ليه؟ إنه إذا اليوم وقفت المعارك بسوريا العملية الحربية، خلينا نرجع نخلق ظروف حياة للسوريين، لأنه ظروف بقائهم بهالحالة اللي هن موجودين فيها بلبنان منا طبيعية ومنا منيحة، وفي كتير أكيد عايشين بظروف يعني الحد الأدنى بخيام وبشيء ما في واحد يعيش فيه على المدى الطويل، ويمكن هذه الحالات منهم وصلت إلى حد يأست من هالحالة الموجودة فيها وبدها تروح تجازف لتروح بمحل أفضل. نحن بدنا نقوله أنه يجب أن نبلش نخلق ظروف العودة، والمجتمع الدولي بدأ ما يعمل كل هالجهد حتى يحسن قعدة هالنازحين بالخيام، يعمل كل هالجهد ليرجعوا النازحين الى منازلهم الى ضياعهم الى بلداتهم. خلق ظروف عودتهم. هم عم بيروحوا على البحر بوقت الحدود مفروض تكون مفتوحه امامهم للعوده الى سوريا، يختارون يعني المجازفه وربما الانتحار على العوده الى سوريا، وهون ساعتها لازم يتوقف البعض على فكره العوده الطوعيه، انه هالقد ما في عند البعض رغبه بالعوده. كل واحد يعني شو هالخوف اللي عم بخليهم انه الرغبه بالذهاب الى الغرب موجوده عند اللبنانيين مش حتى نوجد عند السوريين اللي هن بحاله نازحين. اليوم سالك اللبناني اذا ما عباله يجرب حظه ويجرب بكل مراحل الحرب اللبنانيه وما لاحق الحرب اللبنانيه والازمات ان كانت سياسيه او اقتصاديه او امنيه مرقنا فيها، كان اللبناني يروح الى الهجره. كيف بالحرق اللاجئ السوري؟ وإذا شاء الله فكرة كل اهتمام الدول اليوم بالسوريين اللي موجودين بلبنان محبة باللبنانيين أو محبة بالسوريين، كل همهم ما يروحوا لعندهم. كل المساعدات الدولية هي ليبقوا السوريين هم ما يروحوا على الغرب تحديدا. فعمليا
شيء طبيعي انه يكون في تمني انه يروح الى افق افضل، وبيعتبر انه برا افضل، وبعده مع الاسف النموذج يعني مش مع الاسف كتر خيرهم هن، بس المجتمعات الغربيه بس مع الاسف مجتمعاتنا بعدها مش جذابه كيف بكفايه حتى تحافظ على ناسها. كيف بالحري على اللاجئين السوريين؟ عم بحكي انا عن الناس بسبب كل المشاكل اللي عم نمرق فيها، ورغم كل هالشيء عم نجرب نحسن هالظروف حتى يضل اللبناني متشبس بارضه، انما للسوري ما عندنا حل له غير انه نستقبله بالحد الادنى ونحافظ له على. طب بس هل انتم اليوم قعدتوا بلبنان بس بالاخر نحن بيعرف السوري انه على المدى الطويل ما فينا. بس انتم نداءكم اليوم للمجتمع الدولي هو لي يعني التواصل واعاده المساهمه بعمليه اعاده الاعمار في سوريا بوقت هذا المجتمع الدولي بيقول لك انا ما بدي ادفع وما بدي اعطي ولا كريدت للنظام القائم في سوريا. مزبوط، لانه بيعتبروا انه هن كانه عم بيفرض عليهم هذا الموضوع بوقت ما في اعتراف من قبلهم ب صحيح. من هيك اليوم عمليه عوده النازحين عم تتفشل من وراء هيك عم تتفشل، لانه عم يعتبر انه هيدي عوده النازحين بدها تتواكب بحد ادنى من الاستثمارات. يا اخي مش تعطيهم حوافز ماديه ليرجعوا بدل ما تعطيهم. هلا المجتمع الغربي ما رح تفرقوا عليه انه عم بيدفعون هون اصلا ليبقوا، في يدفعون ليرجعوا. يمكن يلاقي كثير ناس تتجاوب، طبعا بالاضافه الى الضمانات الامنيه وضمانات ما حدا يتعرض لهم. هذه ما عم بقول انه ما لازم تتامن، اكيد لازم تتامن، بس بالاضافه لهي بدك تعطي حوافز ماديه حتى هالناس، مثل ما انت عم تعطيها حوافز ماديه لتبقى هون لانك عم تعطيها معاشات، عم تخليها عم تعطيها مش معاش، عم تعطيها كلفه حياتها، وعم تعطيها الحد الادنى من الظروف مساعده لتضل قايمه وقايمه على حالها، تعطيها حوافز افضل. يعني المجتمع الدولي اصلا عم يستثمر لأنه بس ما بده يستثمر بسوريا. ما بده يستثمر بالعوده ليه؟ وهون هذه رح تكون مشكله حتواجه موضوع العوده. وانتم ما بتقدروا لوحدكم تفرضوه. نحن لا يعني مش عم نعتبر العوده على شوي. النظام وفكره انه نحن لابد ان لبنان ان ينفع، كل هيدا اذا ما ترجم اعتراف من الدول الكبرى بالنظام السوري وبضروره اجراء فعلا حل سياسي مع هذا النظام ما رح يصير شيء. لانه اليوم انا برايي عمليه العوده اذا ما انخرط فيها المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومن وراءه كل المجتمع الدولي وكل من هو في المقلب الآخر بوجه روسيا وإيران وغيره ما رح تقدر تصير بسهولة. ما حتصير رغم كل الجهود اللي عم تصير، بدها تصير إنما مش بالشكل الجذري يلي نحن عم نحاول ندفش هلأ وعم نعمل كل الجهد اللازم مع الروس مستجيبين للمبادرة، بس بالآخر المشكلة وهون عم تبين في عملية إذا بدك سوء نية بمكان ما. ليه؟ لأنه ربط العودة النازحين بموضوع سياسي طيب هين على المجتمع الغربي يعملها، بس نحن عم ندفع الثمن. نحن بالنسبه لنا عوده النازحين مش موضوع توظيف لصالح او ضد النظام، في هيدا لصالح او ضد لبنان. خي نحن ما بقى فينا نحمل هيدا العبء، خلينا نساعد هالناس نخلق لها ظروف عودتها. هيدي العوده انا من صرت كذا مره هيك يمكن معي بكذا حلقه، العوده تحصل من خلال حوار يحصل بين المجتمع الدولي وعلى الاقل روسيا وايران. يا اختي انا ما بدي اقول اذا ما بدنا نحكم مع النظام السوري، على الاقل من يعني باي بروكسي او على الاقل، انما ما بتقدر تصير غير هيك. كيف تخلق ظروف ما فيها تكون بشكل احادي؟ لانه عمليا هيدي ورقه عم تحجز وتستعمل. هلا وقت اللي صار في اندفاع اذا بدك روسي بهالاتجاه، طبعا ربطوها هلا بانه نحن ما بدنا ندفع مصاري حتى يرجعوا، نحن ما بنستثمر ولا ليره خدمه. خي نحن مش شايفينها خدمه للنظام او مع النظام او ضد النظام، نحن شايفينها عمليا تخفيف عبء على اللبنانيين نحن حاملينه ما قادرين ما نتحمله. هذه كل القصه. فعمليا انت اليوم كل من هو مسؤول عن بقاء هيدي الحاله المزريه الموجودين فيها اليوم اللاجئين، هي هالحاله المزريه او مش مزريه، ان كانت مقبوله بالحد الادنى او مش مقبوله، هي حاله مش طبيعيه موجودين فيها الناس وما فينا صار لهم سبع سنين فيها وقابله للاستمرار. هو المسؤول عن ما يحصل في عكار اليوم وما يمكن ان يحصل من ماساه، من ماسي حصلت في تركيا وفي لبنان وفي الاردن وغير محلات من لايصال هاللاجئين الى الحاله الياس اللي هن موجودين فيها. انما هذه ليست مسؤوليه لبنانيه، انا لبنان بالنسبه لي لبنان ما حيقدر عامل لبنان حامل حمل كثير مكفى وموفى ولازم يقولوا له كتر خيرك على اللي عم تعمله، لان عم ناكل على حالنا حتى نضل حاملين هذا العبء. ونحن مش عم نجي نقول على المستوى الانساني متقبلين هالشيء، بس نحن عم نقول انه هذا على المدى الطويل ما في يصير.
حتى ما احنا نصير كمان بلشنا نكب حالنا بالبحر لنخلص من الحال اللي احنا موجودين بس فيه. هذا كمان لازم يخليكم كفريق تحديدا اللي هو عم يتحمل اليوم مسؤوليه انه انتم من دعاة الانفتاح على هذا النظام وتطبيع البعض يقول العلاقات مع سوريا، انه تفكروا انه ما بتقدروا تفرضوا هكذا امور بظل وجود هذا الرفض الدولي التام. يعني حتى البعض بلش يعد بالارقام الداخلين بطريقه غير شرعيه الى لبنان مع رحلات العوده المنظمه اللي عم بيقوم فيها الامن العام اللبناني، عم ببين كانه دخول غير شرعي يتفوق على العوده الطوعيه. ما عندي هالمعطيات هذه بيقدروا يجاوبوا عليها الاجهزه الامنيه، يعني ما عم تنجح هالخطه. هذا امر واقع على المجتمع الدولي ما عم ينجح، لانه المجتمع الدولي لاقت هالورقه ضمن وراء اليوم التفاوض مع بالمعركه اللي صايره حول النفوذ في سوريا مع الاسف. يعني انا برايي عم تتحول ورقه النازحين اليوم الى ورقه تفاوض بعيدا عن البعد الانساني والبعد اللي يعني احنا انا وياك دروع كانه يعني مثل ما بينقال دروع، لانه اليوم وقت يمكن هاي المعركه اللي عم تصير بسوريا كيف كل واحد عم يجمع اوراق فيها. المعركة الأساسية صارت عسكرية، بتعرفي طبشت لصالح فريق على فريق الآخر، هلا الفريق الآخر عم يمسك الأوراق البين إيديه، إحدى الأوراق اللي مسكها هي موضوع النازحين، وأهم من الموضوع كمان موضوع النازحين، حجب الأموال عن إعادة إعمار سوريا، وهو ورقتين أساسيتين عملياً بالمعركة اللي صايرة، لأنه وبانتظار إنه يصير في تسوية ما في سوريا في ربط نزاع بهذه الطريقة عمليا، ممكن توقف المعارك. هلا شفنا انه وقفت على ابواب ادلب عسكريا، انما بالاخر الاوراق الاخرى الغير عسكرية هي النازحين، هي الاستثمارات والاموال في سوريا، وما حدا بيعرف بعد اذا بنرجع الى جولة عسكرية لاحقا، الله بيعلم شو بيصير مع الوضع. بظل هيدا الوضع ليش نحن ربطنا نفسنا وربطنا البلد بالنزاعات؟ البعض يقول انه كان كل الهدف من 2011 نقي بالنفس، ابعاد لبنان عن هذه النزاعات. اليوم هي اكثر مرحله البعض يقول فيها انه لبنان ينخرط مجددا بالنزاعات. بشو بتأيد؟ لا بشو يعني اليوم عم بيقولوا بكل ما يجري هلا من تعطيل ومن انه البلد صار مرتبط انه يا اما في فريق بده يقول انا انتصرت وهيدي المكاسب اللي لازم حققها، بوقت الفريق الثاني عم بيقول لا ما انتصرت والمعركه. مين عم بتصرف؟ انتم متهمين اليوم بانكم الفريق اللي بده يحكم بالبلد. انت شايف اليوم مثلا هي نحن روق شوي، نحن ما كنا طرف بالنزاع بقلب سوريا بالمعنى النزاع لا العسكري ولا السياسي، مش هيك؟ مين اكثر واحد كان منخرط؟ مش حزب الله؟ طيب حزب الله اليوم شايفتيه عم يعرقل تشكيل الحكومه؟ شفتي عم بحاول يستثمر هالشيء؟ عم بيقولوا انه انتم متولين المهمه كحليف اساسي. لا لا اسمعي لقلك، اسمعي لقلك، لا لا موضوع ثاني مش مزبوط، خلينا نكون واقعيين. اليوم انت شايف في حزب الله عم بيحط عرائيل اساسيه بوش تشكيل الحكومه؟ مش مزبوط. مين عم بحط عرائيل؟ مشكله اليوم مكان اخر، يمكن يعني اليوم المشكله في تشكيل الحكومه في عقد موجوده اليوم عند اطراف اخرى، بالعكس يعني هي اليوم موجوده عند القوات اللبنانيه، موجوده عند الحزب الاشتراكي بشكل اساسي، وهودي شو خصهم بحزب الله؟ بس اني عم بقول العقد الاساسي موجوده عندكم، وانتو لانه حزب الله لن يحملها يكون هو بالواجهه، انتو عم بتكونوا. باكد لك يمكن باكد لك انه علنا وضمنا يمكن مستمنى تركب الحكومه اليوم قبل بكره، يعني ومنه مال سلوك حزب الله في اتجاه هلا. على كل حال هن بيحكوا عن حالهم، انا مش مضطر احكي، بس انا عم بحكي بموضوعي كمراقب. طيب انتم مش منسق معهم الموضوع شو عم يعملوا بموضوع الحكومه، بس انا عم بحكي كمراقب. اليوم اذا عم تيجي تربطي انه اللي صار بسوريا عم يستثمر في لبنان، عم بقول لك الطرف الاساسي المعني مش عم يتصرف هيك، فاذا شيلي لي هالبعد هيدا. في عقد له علاقه بتشكيل الحكومه مرتبطه بمبادئ معينه في تشكيل الحكومه، إلى علاقة بانتخابات نيابية حصلت، إلى علاقة بقواعد نحن بنعتبر إنه لازم تتشكل الحكومة على أساسها، هيدا الخلاف الأساسي اللي صار. طيب، وقت جينا وكنا من أول لحظة نقول إذا ما نحط معيار واحد نحن واصلين للمشكلة اللي نحن موجودين فيها، لأنه كل فريق صار هو بيقدر على حاله شو حجمه وشو تمثيله بالحكومة، بينما لو نحط معيار واحد وتطبق على الكل ما حدا بيفتح تمه. طيب كلنا بنقول بيسوينا ما يسوى غيرنا. وقت انت بتمشي بطريق هلا بلبنان بكل شيء، تعال اقول لك هلا كيف بندار البلد. وقتها بيكون في شيء ماشي مثلا باداره معينه من دون اي تدخل من اي واسطه، كلنا بنسكت ما بنحكي شيء. هلا دورات عم تصير الضباط مثلا، خلي واحد منا يتدخل، حطوا عليه وطبقوه على الكل،
بس اذا بيفتحوا باب واحد كل ما نتدخل كل ما نتدخل. طيب عمليا هيك انت اليوم اذا بتحط معيار واحد بالطبيعة الكل ما حدا بيفتح تمه. وقت انت اليوم بتفتح باب انه كل واحد يقدر حاله على حجمه توصل لمحل بصير فيها التضارب الموجود فيه، وهذا اللي وقعنا فيه عمليا بتشكيل الحكومه من اول لحظه، لانه صار كل فريق يحط تقديره هو لما يجب ان يكون بس عليه. بس انتم عم تحطوا تقديركم لحجمكم ولحجم الاخرين، البعض لا يقول انه من يفتعل المشاكل لا ويسميهم العقد هن من عندكم، انتم عم تتدخلوا بشو بده يتمثلوا القوات. لا نحن عم اذا بياخذوا هذه الحقيبه او تلك او لا، لا الدروز وتحديدا الاشتراكي اذا بيتمثل او لا. في موضوع له علاقه ب برجع على قصه المعيار، وقت بتجي بتقولي انا طبقت هالمعيار وطلع له لكل فريق هذا العدد المعين، ايه؟ ما حدا بيفتح تمه علينا وعليهم، ما لنا حق نعطي راي بشيء. اما اذا اليوم بتشوفي انه التشكيل اللي عم تنعرض في معايير مختلفه فيها، حق كل فريق يقول انا لا ما بقبل، اذا هيك بدي كمان اكثر. وصلنا احنا هون بهيدا النوع من الـ من, الـ من النقاش اللي عم بصير. بكل الاحوال بكل الاحوال هلا اليوم قطعنا شوط بهذا التفاوض اذا بدك من فتره لهلا، اكيد تقدمنا الى حد ما، ما فينا نقول انه بعدنا. كيف تقدمت؟ انا برايي مع عمليه التشكيل تقدمت الى حد ما، يعني اليوم قربت الى حد كبير من المرحله النهائيه. هلا مشكله بلبنان انه كله بياخذ وقت. هلا المرحله النهائيه فيها تكون قصيره وفيها تاخذ وقت، يعني بلبنان بس الامن العام لحزب الله لا يرى حكومه لا في المدى القريب ولا في المدى البعيد. هلا عنده يمكن كمان عنده، انا برايي ناتج هيدا الكلام عن تقديره انه من عقده خارجيه وراء تشكيل الحكومه، ويمكن يطلع معه حق، يعني عمليا حتى لو فكينا العقده هون يخترعوا لنا بعد عقده جديده. لاي عقده اليوم فكت بالعقد الداخليه؟ كيف؟ شو العقد اللي انا برايي بلش ينفتح ابواب، يعني اذا بتشوفي مثلا كلام النائب وليد جملاط بحديثه من كم يوم بجريده الاخبار، فتح باب انه هو مستعد للتسويه. ما قال بعد شو وكيف، بس كمان فتح هيدا الباب، بتشوفي. فاذا بلشنا نفتح ابواب هون، واكيد بده ينشغل على العقدة الاخرى. رئيس الحريري بعتقد كمان بلش يشتغل على هالموضوع. برايي انا انه بمكان ما نحن بعد عنا يعني دفشه او دفشتين هون وهنيك ليفكوا العقد الكين. شو مستعدين تتنازلوا انتم كتكتل لبنان القوي وكتيار العهد عن شو مستعدين تتنازلوا لطولة؟ خليني اقول شغله، هذا الموضوع بنبحث مع رئيس الحريري، ما ببحثوا على الاعلام ولا على التلفزيون ولا بقول شو معقول او شو مش معقول. بدي اقوله نحن هلا بصدد هيدا، يعني رح يحصل نقاش اكيد معه. رئيس الحريري اليوم انطلق من الصيغه اللي قدمها مضاف عليها ملاحظات الرئيس، ورح يجرب يزاوج بالحد الادنى بين هاتنين ليخرج بالتشكيله تكون مقبوله من الكل. هيدا العمل اللي بده يصير بالمرحله الجايه، وبده يتسارع ان الله راد على عودة الرئيس هون من نيويورك. بس كان قبل كان في مهلة محطوطة اللي هي أيلول، وأنه الرئيس ممكن أن يرسل برسالة إلى مجلس النواب أو يخاطب مجلس النواب. كان عم ينحط أنه لن يذهب الرئيس إلى نيويورك بلا حكومة أو بلا مجسم أقله. هذا كله مصر. لا ما خص، يعني هذه العناوين. نيويورك مش مرتبطة بالحكومة، يعني نحن أكيد كنا نتمنى تكون الحكومة من حزيران، شو خص يعني مش مرتبطة. هيدا استحقاق دبلوماسي دولي سنوي عم بيصير. رئيس الجمهورية بلا حكومة إلى هلا هو إلى الأمم المتحدة، غير إنه يروح رئيس من مع حكومة منه هلا. يعني صراحة نحن من يعني أكيد أنا بقول لك حتى لو ما عنده سفرة أحسن يكون في حكومة ما يكون في حكومة، شو له علاقة يعني السفرة؟ بس شيء طبيعي إنه أحسن يكون في حكومة، ولو ما عنا شيء أكيد أحسن يكون في حكومة، ما حدا عم بينتقص من أهميتها وأهمية وجودها. هلا هذا الاستحقاق صار، رح يصير، رح يروح رئيس الجمهورية، يعني هذا مثله مثل كل رؤساء الدول، حيخلص هذا الاستحقاق، وعلى رجعتهم الله راد الرئيس الحريري سيسرع الخطوات فيما يخص بلورة صيغة معدلة نسبة للصيغة اللي قدمها، وهي الصيغة المعدلة تأخذ بعين الاعتبار هذه إذا بدك حد يعني على أساس الملاحظات اللي انعطت بالحد الأدنى لنخرج بشيء مقبول من الجميع. وساعتها إن الله راد نشوف الحكومة ولدت. هلأ بتقولي لي أنه رح تاخد وقت هيدا المئة متر الأخيرة، لأنه أنا بالنسبة لي صرنا بالآخر 20% من الحكومة، 20% فين ياخدوا وقت، أنه هالفكتين المطلوبين فين ياخدوا وقت. بس الهيكل الأكبر منها والتوزيع الأكبر منها صار تقريباً
صار تقريبا. طب بس هون بما انك حضرتك عم تحكي بأجواء تفاؤليه انه في حل حاله معينه، عم بتقول انه طيب العقد، يعني العقد اللي بعد عائله شو هي؟ ما بدي هلا فوت بالتفاصيل لانه اليوم عم بيقولوا لكم اليوم بالمعلومات مثلا انه هل صحيح انه التيار الوطني الحر بده لا يريد ان تعطى حقيبه الاشغال للمرضى؟ مزبوط، خليني اقول يعني كان في عقد على اساس قوتيه، استنى هلا صار في قوات ومرضى، مزبوط هذا الكلام؟ انا رح اقول لك شغله، عندنا نحن تمنيات فيما يخص بعض الحقائب، عم نطلب بعض الحقائب، هيدا موضوع مثلنا مثل كل كتل أخرى بتطلب من ضمن الأشغال أنتم طالبينها؟ هيدا بتنطلب من رئيس الحكومة، أنا ما بدي فوت على الهوى بأي التزام، لأنه نحن بالآخر أي التزام نعلق فيه على الهوى معش بصير كأنه صرنا أسرع لقله. هذا التفاوض بيحصل، انت بتطلب بتروح بتجيب بتشيل بتحطي، هذا موضوع يجب ان تحصل المفاوضات بعيدا عن الاعلام، لانه اي موقف تطلعي فيه بالاعلام تعلق فيه ما بعود فيك تطلعي منه، عرفت كيف؟ لسبب مطالبنا وملاحظاتنا موجوده عند الرئيس الحريري بيعرفها كلها، بس انتوا عم تطلبوا كل الحصص صرتوا، يعني البعض يقول انه الطاقه ما بدكم تخلوا عليها، سياديتين بدكم اياهم وما بدكم تعطوا القوات سياديه، هلا عم ينحكى بالاشغال. خليني اقول لك شغله، هلا نحن يعني عم بين فعلا انه حقنا وحق كل كتلة نيابية غيرنا تطلب اللي بدها اياه، منيح؟ بس انتو ام الصبي يعني يطلبوا، لازم تتنازلوا، ما لازم تطلبوا، يعني لازم تمشوا حكومة العهد. شو عارفك نحن شو طالبين وشو رح نقبل وشو ما رح نقبل؟ عم بقول لك هذا موضوع ملك الرئيس الحريري، هو بيعرف، هو عم بيشتغل على الموضوع. هلا كلنا حريصين حتطلع حكومة، نحن حريصين قبل غيرنا، هيدا الكلام انه نحن ما بدنا حكومة ولخ، هذا بالعكس، هذا أول ناس يعني كأنه واحد عم يشتغل ضد مصلحته، بالعكس نحن بدنا بسرعة أن تركب حكومة. هلا وصلت لهون الأمور مع الأسف، يعني بسبب إنه يعني التعقيدات اللي حصلت وهي الاستنسابية اللي حكيتك عنها يلي ما كان لازم نوقع فيها، هي اللي عقدت الموضوع. هلا بدنا نجرب نرجع نوصل لمحل، نوصل إلى شيء يصلح إذا بدك هالمسار الأول للحكومة لتخرج حكومة متوازنة، لأنه نحن بدي أقول لك شغلة بالآخر 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 هالحكومة رح تركب أكيد، بس الأهم للحكومة شو ما ستفعل الحكومة بعد ما تركب، هيدا بدنا نسألكم، لأنه اليوم هلأ لبنانية بانتظار حكومة عظيم، بكرة بتنزل تركب حكومة، شو بدهم يقولوا؟ شو بدهم يقولوا؟ المهم شو بدها تعمل بعدين؟ نحن مثلا هون محمد عباد محمد اديب بيقول لك على تويتر، هل نعيش بزمن حكومتين واحده بالقصر وواحده بالسراي، ام اننا عومنا الحكومه بدون الاعلان عن تعويمها، ام ان من مصلحه العهد ان تبقى البلاد بلا حكومه موجها كامل القوى السياسيه والدبلوماسيه والسلطات اليه، وهو يوجه ويامر بحجه انه الشرعيه الوحيده في انتظار رضوخ الاطراف الاخرى لسلطه الراس الواحد. مش صحيح، مش هذا الهدف ابدا، انما بالاخر في حد ادنى من التوازن مطلوب بالحكومه وبالجو المنسجم من اجل انتاج ما بعد تشكيله. عم برجع اقول لك حكومه رح تركب، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح كلنا سوا؟ رح تركب حكومه، بس اللبنانيين بس تركب حكومه يقول لك هلا عم بيقول لك بدنا الحكومه، شك ناس عم تطالب عظيم، ركبت الحكومه شو بدهم يطالبوا بعدين؟ حيطالبونا بشو بدها تعمل هاي الحكومه. من هيك اليوم ضروري هاي الحكومه نوعيا تكون منتجه، نوعيا يكون عندها أو شيء ثقة، بكرة خيار الوزراء أساسي فيما يخص هذه الثقة اللي بتنتج عن التشكيل. شو يعني؟ يعني اليوم بدك توحي كمان أنه أنت عمليا توحي بالثقة، تعطي صدمة إيجابية للبلد وتجيب يعني وزراء يعطوا صدمة إيجابية للبلد ويشتغلوا وينجوا ويعملوا فرق إذا بدك، ويكون في جو مختلف بالتعاطي بين المكونات كلها، لأنه المهم أنه بالنسبة للحكومة هي أنا بالنسبة لي الأهم. طب أكيد أنا دائما هلا بقول بكل لقاءاتي أنه الأهم هو ما بعد الحكومة، مش الحكومة بحد ذاتها، الحكومة أكيد. هلا مهمة كثير، لأنه بس مش هلا اللبنانيين شو بدهم فيها؟ يتفرجوا بعدين على الصورة التذكارية تبع الحكومة الجديدة؟ لا، بدهم سلطة تنفذ القرارات عظيم، فإذا هذا الأساس. واليوم إذا بدك شد الحبال اللي حاصل النوعي، عم بحكي شو بدي بالتكبير الراس عند البعض وتكبير احجامهم وغيره لخلفيات معينه، شد الحبال النوعي هو مشان اجل انه يحصل امور تعمل فرق بالمرحله اللي جايه داخل الحكومه.
داخل الحكومة وبالمرحلة الجاية. هذا اللي متمنى. راح تابع معك بموضوع بالمرحلة الجاية وتحديدا تشريع اللي سينطلق مجددا الاثنين، هل تأخذ هذا القرار لأنه شايفين أنه ما في حكومة، وإذا شرع مجلس النواب متى تنفذ القوانين بعد التوقف مجددا مع شادي وما اختاره من الصحف؟ إليك شادي. شكرا نانسي. أبدأ هذه الجولة على الصحف من صحيفة الجمهورية وما أوردته من معلومات، ووفق معلومات الجمهورية أن البحث في الأزمة الحكومية انتقل في الساعات الأخيرة إلى تشكيلة من 24 وزيرا تنهي الخلاف حول الحصص والأحجام بمعادلة جديدة ودقيقة تنهي ما يسمى بالعقدتين المسيحية والدرزية وأزمة تمثيل نواب سنة 8 أذار لمجرد التفاهم على تشكيلة يبحث فيها بعد عودة الرئيس عون من نيويورك لتكون مخرجا لمعظم العقد المطروحة. وأشارت أوساط القوات اللبنانية لصحيفة الجمهورية إلى أن التفاوض شبه متوقف حول تشكيل الحكومة بانتظار أن يتراجع الوزير باسيل عن سعيه لإلغاء الآخرين، واعتبرت أن قدمنا كل ما لدينا لتشكيل الحكومة وتساهلنا أكثر من مرة لنفاجأ بأن لا نية عند الطرف الآخر لتسهيل تشكيل الحكومة، وما قبلناه في التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف للرئيس عون كان بعلم واطلاع وموافقة بري والحريري، ومع ذلك أتى الرفض من قبل باسيل، وهذا بات يتخطى أي قدرة على تقديم المزيد. ولفتت إلى أن على باسيل أن يعرف أن سقف التفاوض الجديد هو ما أعلنه جعجع قبل يومين. من جهتها تجزم أوساط التيار الوطني الحر أن لا تنازل عن معايير التشكيل ولا هدايا مجانية لأحد على حساب حجم التيار ووزراء العهد، وتشير إلى أن رئيس الجمهورية بات مقتنعا بأن تدخلا خارجيا يضغط على الحريري ويعطل تشكيل الحكومة. سأبقى ضمن إطار صحيفة الأخبار ولكن مع موضوع مختلف ومقال آخر، الحريري ريفي إن عدتم عدنا، وجاء في المقال المؤشرات كما المعلومات تشير إلى عودة ريفي قريبا إلى ربوع بيت الوسط بمباركة حريرية بالرغم من تحفظ البعض. لا شك في أن مبادرة الحريري بالاتصال بريفي للاطمئنان إلى ابنتيه فور معرفته بالحادث شكلت خطوة إيجابية ممهدة لاحتمال اللقاء، وشكلت مدخلا جادا للحديث عن وجوب عودة صقور المستقبل مع الأخذ بعين الاعتبار وضع تيار المستقبل المتأزم في لبنان عامة وداخل طرابلس على وجه الخصوص. وتقول مصادر اللواء ريفي في سياق العلاقة المرتقبة إنها متجهة إلى دعم الرئيس الحريري في كل المسائل التي يواجه بها حزب الله، سواء في مسألة المحكمة أو الدستور أو النأي بالنفس وكل ما يتعلق بتثبيت ركائز الدولة. من صحيفة الجمهورية أنتقل إلى صحيفة المستقبل. اعتبرت المصادر أن كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول إمكانية قبوله بأن تكون حصته وزيرين من الطائفة الدرزية ووزيرا من الطائفة المسيحية يؤسس لإمكانية التفاهم حول حلحلة العقدة الدرزية. وأشارت مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة للمستقبل إلى أن الاتصالات مستمرة بين بعبدة وبيت الوسط حول ملف التشكيل من دون أن يطرأ جديد بارز على هذا الموضوع، وأن الاتصالات ستستمر خلال مدة سفر رئيس الجمهورية ميشيل عون على أن تسخم هذه الاتصالات بعد عودته. إلى معلومات صحيفة النهار أيضا حول تشكيل الحكومة فيما يتصل بالمأزق الحكومي، فإن معلومات تحدثت عن أنه فور عودة رئيس الجمهورية من نيويورك ستنطلق بزخم اتصالات التأليف بنية تشكيل حكومة بنتيجة تنازلات من جميع الأطراف. وقالت مصادر مطلعة أن العقدة المسيحية قد تحال بأن يتنازل رئيس الجمهورية للقوات اللبنانية عن منصب نائب رئيس الوزراء على أن يكون من دون حقيبة، وكذلك قد تحل العقدة الدرزية بأن يعطى اللقاء الديمقراطي الوزير الثالث مسيحيا على أن يكون الدرزي الثالث وسطيا. وأشارت المصادر إلى أنه يبدو أن الرئيس عون انتظر وينتظر الرئيس الحريري لإعادة تقديم تشكيلة جديدة أو تشكيلته الأخيرة مع إدخال تعديلات جذرية، وفي المقابل لا يرغب الرئيس الحريري ولا يرى من الضرورة إدخال تعديلات جذرية على تشكيلته التي وضعها باقتناع تام، وتاليا فهو قد يماشي السير نحو تعديلات طفيفة ولكن شرط ألا تنسف التركيبة كما وضعها أساسا.
أتابع هذه الجولة وأصل فيها إلى صحيفة اللواء، وتؤكد مصادر المعلومات أن مساعي تشكيل الحكومة متوقفة عند النقطة الأخيرة التي عرض فيها الرئيس المكلف على القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وتيار المردة تعديل الصيغة الحكومية التي تقدم بها إلى الرئيس ميشيل عون، فجوبها برفض شديد من القوات التي ما تزال ترفع سقف المطالبة بحقيبة سيادية أو منصب نائب رئيس الحكومة وثلاث حقائب وازنة للقبول بحقيبة دولة. بينما استشعر المتصلون برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط إمكانية القبول بحقيبة دولة مقابل منحه حقيبتين أساسيتين، فيما طالب المردة بحقيبة الطاقة إذا تم نزع حقيبة الأشغال منه، في حين يرد البعض السبب الأساسي لعرقلة التشكيل إلى مطلب التيار الوطني الحر بأحدى عشرة حقيبة مع حصة رئيس الجمهورية، بينها حقيبتان سياديتين وحقائب أساسية وخدماتية. ومنذ اللقاءات الأخيرة للرئيس الحريري مع ممثلي القوات والحزب الاشتراكي لم يشهد بيت الوسط أي لقاء مع أي طرف، وتوقفت المفاوضات بانتظار شيء ما لم تعرف طبيعته بعد، أو بانتظار تغيير مواقف الأطراف وتلينها بسبب ضغط الظروف الاقتصادية والمعيشية على البلاد والعباد. مع هذا المقال من صحيفة اللواء أختم هذه الجولة على الصحف. فاصل إعلاني ونعود بعده لمتابعة برنامج الحدث. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ونتابع حوارنا مع عضو دكاترة لبنان القوي النائب ألاء عون. أستاذ ألاء، عم بتقول حضرتك أنه في أمل بتأليف حكومة اليوم، في تواصل فرح يكون مع الرئيس عون بين الرئيسين عون والحريري؟ أكيد، يعني قريبا عم نحكي عودته من نيويورك، بعودة الرئيس من نيويورك. طيب بالدخول إلى موضوع نيويورك، هل صحيح مثل ما عم ينشر البعض أنه لن يكون هنالك لرئيس الجمهورية لقاءات مع تحديدا الرؤساء الأمريكي الفرنسي وعدد من كبار الرؤساء بنيويورك، وأنه كأنه شبه قطيعة رح أبدا فيه؟ هذيك السنة كانت هذه قصص مرتبطة بتضارب المواعيد عند الرؤساء، لأنه بدي خبري خبرية، هذا لقاء عادة سنوي بيجوا عليه كل زعماء العالم. مزبوط. رئيس مثل رئيس أمريكا بيمرق له كم ساعة نيويورك، بده يشوف فيها اليابان، وعنده أكيد في أولويات عند أمريكا غير لبنان، ما عليه يسمح، ما لها علاقة لا فينا ولا بشخصنا، لها علاقة بأولويات. وزيت الشيء عند الباقيين، يعني كل العالم تطلب تشوف بعضها، فعمليا بتتحدد الأولويات وفقا لأجندة هالبلدين. يعني بقى ما كتير واحد يروح بسريب يعني بخياله. هذيك السنة ما كان في كل هالحكي، كنا بعدنا طالعين من رئاسة جديدة وحكومة جديدة، وما صار وما صار لقاء، ما صار، لأنه ما له علاقة بتضارب المواعيد. يعني مش ضروري واحد لحظة اللي هو بده يقدر يشوف. هل أنتم على قناعة كل البلدين العالم تطلب تشوفها، يعني إنه إيش الحال؟ هل أنتم على قناعة اليوم بأنه في حصار غير معلن أبداً سياسي أبداً على العهد أبداً؟ بالعكس، ودولي، وين عم نحكي عربي ودولي مش أبداً بس عربي. أبداً أبداً، رئيس ماكرون جاي على فرنسا جاي على لبنان عفواً بشباط، كل الموفدين الدوليين عم يجوا لبنان. يعني هلا في محاوله يعني نسج خيال عند البعض بهذا الاتجاه، ودائما في كونسبيرسي سيري، ودائما في اخبار عنا بلبنان بنحب نعيشها، منه هيك لبنان لا نهائيا، بعده مجتمع دولي ملتزم باستقرار لبنان. هذا المساج اللي عم ناخده، وهذا الرساله اللي عم ناخذها من كل اللي عم نلتقيهم، استقرار لبنان، مساعده لبنان، المجتمع الدولي كله الاوروبي الأمريكاني الأمم المتحدة، كل اللي عم نلتقيهم عم نشوفهم كلهم بعدهم بهذا الاتجاه. التزام المجتمع الدولي بمؤتمر سادر كمان إشارة أنه بالعكس هذا بلد مش متروك، مش رايحين باتجاه ضربه، بالعكس باتجاه مساعدته. طيب الخليج ملتزم بعده، السعودية تلتزم التسوية التي أتت برئيس عون وبتكليف يعني سعد الحريري، حلق بعدها بهذا التسوية السعودية ولا هي خرجت منها؟ بالمبدأ ما فيها، ما عم نشوف سلوك آخر هلأ، سلوك آخر يشير إلى أنه شو تركت أنه في قطيعة على لبنان أو غيره. هلأ نتأمل أكثر منه، يعني نتأمل اليوم أنه يكون في فتح بواب أكثر اليوم للخليجيين للرجوع إلى لبنان وغيره. لا، بعد في أمور بحاجة لخطوات من قبلهم، إنما بالآخر لا، منا بحالة يعني على أوكي نعرف موقفها من حزب الله، بنعرف كل هذا الصراع اللي حاصل. بتعرفوا موقفها منكم؟ كيف؟ بتعرفوا موقفها منكم؟ نحن اليوم بموقع رسمي نتعاطى معه وبتتعاطى معنا على أساس هذا الموقع الرسمي.
هلا اكيد عندها علاقات مع ناس تعتبر حلفاء بالمعنى السياسي والمعنى الاستراتيجي وبالمعنى الخيارات الاقليميه وغيره، هذا طبيعي. نحن يمكن مش بهذا الموقع، انما بالاخر نحن ما لنا دعاه معادات. هل تؤيد؟ بالعكس، نحن دعاه احسن العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي والخليجي والسعودي والامارات كلهم، ما عندنا بروبلم، مش رايحين الى هذا. بس هلا في وطئه الصراع الاقليمي ضارب على لبنان، ما فينا يعني ما فينا نخبي حالنا وراء اصبعنا، هيدا ضارب علاقه اكيد السعوديه مع بعض الاطراف اللبنانيه وتحديدا حزب الله اكيد بشكل اساسي. وانتم كمان؟ لا نحن مش بذات الدرجه، لا مش مضبوط. ما عم تتصرفوا انتم بهذا المحور السعودي؟ منا بحاله، منا بحاله عداء بهذا المحور اليوم. اسمحي لي، منا بحاله عداء ابدا مع السعوديه، اوكي، ولا خصومه، ويمكن مش بحاله شهر عسل بسبب انه نحن اكيد بخيارنا هيدا نحن خيار التفاهمات عاملينه بلبنان وليس خيار اصطفافات وصدامات، اذا هذا كان المطلوب منه. فهذا بدي اقول. هل تؤيد زياره الرئيس عون الى سوريا؟ كيف؟ زيارة للرئيس عون إلى سوريا هلأ بهذه الظروف؟ هيدا موضوع اللي انحكى أنه هو رح يكون من أول الرؤساء المطبعين للعلاقة مع النظام، هل تؤيدها؟ ليكي أنا شو بدي بالحكي؟ أنا رح أقول لك شغلتين. نحن اليوم وهذا نقاش رح يحصل حاصل، يعني بيحصل بين الرئيس الحريري والرئيس عون، هذا كان أحد يعني الأمور يلي بنعرف اللبنانيين منقسمين حوله. مظبوط. ونحن وقت توافقنا على الرئاسة فهمنا على حد أدنى من مبادئ منا اسم نائب النفس، بس بذات الوقت نحن عم نجي نقول انه اي تعاطي بموضوع السوري يجب ان ينطلق من مصلحه لبنان. يعني اليوم اذا موضوع الناسحين بيستدعي انه يصير في اتصال بيصير، اذا موضوع الاقتصادي او معبر نصيب بيصير، نحن هيك بنعتبر انه لازم. هلا شو مستوى الاتصال او غيره؟ لا، نحن في اتفاق انه ما راح يحرج الرئيس عون الرئيس الحالي، انه لن يذهب في بيان منفردا بكره من دون بيان موافقه بكره الحكومية. في بيان وزاره. نحن اذا بتتذكري اجته دعوه لوزير الاقتصاد مزبوط بالحكومه هيدي الحاليه على سوريا، طرحها على مجلس الوزراء، صار في اعتراض من الرئيس الحريري، ما رحنا. مزبوط. ما فتحين حسابنا بهالموضوع، ملتزمين كنا مع الرئيس الحريري بحد ادنى من شروط التسوية، انما بالاخر في تطور بده يحصل، بده يواكب كمان التطور عم يصير بسوريا، هيدا ما بدي انا سكر الباب على اي تطور بالعلاقة، انما هيدا التطور بده يحصل بالتفاهم. بالتفاهم. وخلينا نقول انه نحن هيدا الموضوع نحن ملتزمين بما نتفق عليه داخل قلبين الوزارة. شو حدود الاتفاق اللبناني؟ سنبقى ملتزمين فيه، نحن مش خارجين عنه. اوكي، هذا اللي بدي اقوله. شو هو الديدلاين الحاطه تينو لموضوع الحكومه؟ يعني كان البعض عم بيقول يعني ديدلاين امبارح قبل بكره وبحزيران قبل، بتخلي انه حدا يقول انه الرئيس عون ممكن ان يذهب بعض قال الى توقيع التشكيله التي بين يديه ويتم اسقاط الرئيس الحريري بالثقه في مجلس النواب، وارد هذا الشيء؟ لا لا لا، مش هيدا، مش مواضيع مش مطروحه. هل وارد انه يعتذر الرئيس الحريري عن التكليف بحال تم الضغط عليه باتجاه حكومه ل فريق 8 ادار الاكثريه فيها بمعنى؟ ليك هلا رغم كل التعنت وشد الحبال اللي صاير وهل بدك اياه والتاخير اللي حصل، لابد من هذه الشراكة الموجودة اليوم حاليا، متمسكين بشراكة عون الحريري في فترة، يعني طالما العهد بست سنين رح تتدلكم متمسكين، لأنه هيدي مرتبطة مش بس بتشكيل حكومة، مرتبطة بكل العمل بالمرحلة اللي جاية. وبعتقد هيدا الموضوع في التزام منه منا وفي قناعة فيه من حتى من رئيس بري ومن حزب الله ومن كل الأفريقاء الآخرين. فما حدا رايح على 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 فكرة تطير كل ما هو قائم من تسويه ومن شراكه وغيره. يعني ما يعني بتقول انه بس انه ثنائيه عون الحريري مستمره، فيك تقولها هيدي؟ خلينا نقول ثنائيه، خلينا نقول حتى ما نشخصنا كثير ونحصرها فيهم، خلينا نقول انه مقومات هالتسويه الرئاسيه اللي وصلت الرئيس عون الى سده الرئاسه والرئيس الحريري الى رئاسه الحكومه والتفاهم مع الطرف الشيعي والآخرين طبعا درزي وغيره اللي كمان كانوا جزء من التفاهم بوقتها، هيدي مقوماتها ما زالت قائمة ومستمرة، لأنه هي أفضل ما يكون لضمانة استقرار لبنان بهيدي المرحلة في ظل كل ما يحصل حوالينا، ولهالسبب نحن متمسكين فيها ومستمرين فيها. بس هيدا منه هيدا الكلام مش حتى واحد ياخذ راحته ويضل قاعد رفع إجريه ومكتف إيديه وقاعد ناطر، لا، هيدا حافز
لمزيد من العمل. نحن نتطلع إلى عمل إيجابي بالمرحلة الجاية بالحكومة مع كل الأطراف رح تشارك فيها من أجل إنتاج إنتاجية أفضل بالمرحلة الجاية، لأنه هي لصالح البلد كله. خليني أقول لك شغلة، كلنا متضررين من اللي عم يحصل. وعي فكر حدا حال رزامت من الموضوع أي شيء وما بيتحمل أي العهد أصدق هيدا مش قصة عهد، لبنان كله معني، هيدا كل حسابات صارت بلا طعمة. انه اليوم شو نحن في شقفة لبنان لنا وشقفة لبنان لغيرنا، كلنا معنيين. اليوم الحالة اللي عم تضرب كل انسان اليوم بحياته او بخدمات الدولة او بالوضع الاقتصادي، ليش عم تطال طائفة معينة؟ ليش في ازمة اقتصادية مارونية او في ازمة اقتصادية شيعية او في ازمة اقتصادية او في نهوض اقتصادي سني او نهوض اقتصادي درزي؟ كلنا معنيين بهالقصة، واللي ما فهم شو عم بيصير عند ناسه يروح يرجع يحكي مع ناسه. الناس مصيبتها وحدة، ما في شيء خاص بأي حدا. فإذا كلنا معنيين اليوم بمرحلة اللي جاية نطلع، لأنه لأنها المسؤولية مشتركة على الجميع وتتجاوز كل هالحسابات اللي عم تنعمل عند البعض. بالدخول إلى هذه المشاكل، اليوم في قدامك جدول أعمال مجلس النواب، شو القانون اللي بيقول ألعون هذا القانون أنا سأخرج لأعلن للبنانيين أنه قدرنا نعمل مشروع أو نحول مشروع قانون إلى قانون، وهذا يعنيكم بشكل مباشر من 29 بند اللي عندكم إيهون؟ هلأ خليني أقول أنه في أكثر من قانون مهمة. نحن بوضع استثنائي بالآخر، نحن منا بوضع طبيعي. نحن عم نحاول نسرع بعض الخطوات يلي مرتبطة بمؤتمر سادر، يلي أنا بالنسبة لي على المدى القصير هو أحسن فرصة نملكها على المدى القصير، أحسن فرصة نملكها لنساعد اقتصادنا. هذا الوضع الاقتصادي احنا فيه اليوم، نقدر نطبق قسم او كل هالخطه الاستثماريه اللي طرحينها، نجيب كل هالاستثمارات تنعمل بلبنان. اهم شيء شو؟ تخلق فرص عمل. مزبوط. ترجع تخلق فرص عمل، هالمصاري تتوزع على كل هالناس اللي عم تشتغل، ان كان شركات او اشخاص او افراد رح تتوظف، وتنكب كلها ضمن الحلقه الاقتصاديه. هيدي تدريجيا ترجع بتنعش اقتصادنا وبتخلق نوع من النمو بيستفيد منه كل لبناني بطريقة أو بأخرى. لأنه هذا الشاب اللي قاعد بلا مصاري، ما عنده معاش، اليوم بلا وظيفة ببيته، وقتا بتعطيه معاش بده يروح يصرفه بالدكانة وبالمحل وهون 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 وهون، وبترجع تبرم هالمصاري بين الناس. هي بتخلق ترجع دورة اقتصادية بتنشطها. هيدا مسار تدريجي منه كبسة زر، ولازم نحن نسرع الخطوات. شو في من ضمن البنود التي تعنى مباشرة في 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 أمور هون من الأمور يلي مطلوبة عمليا، مش لحق مش وحيدة، هي مش وحيدة وفي أمور على صعيد الحكومة بقى تنعمل، بس اليوم هيدا الأمور يلي من متطلبات إذا بدك يعني نحن ونين مفروض نحن نعملها لحتى تواكب هيدا الموضوع، هاي موجودة وهي أجزناها باللجنة المشتركة. في موضوع إدارة النفايات الصلبة، اللي هو المرسوم الموقع من الحكومة، الإطار اللي بعتته الحكومة اللي اندرس بمجلس النواب واللي رح يكون إطار الحل. إطار هيدا اتفاق إطار يعني عمليا بالآخر في تفاصيل بدها تنعمل ضمن هيدا، واللي هو كمان مطروح حتى ما يكون في بقى ولا عقبة أمام إنجاز هالحلول اللي اليوم من ضمن المحارق او ما يعرف بالتفكك الحراري، من ضمنها موجوده من ضمن الاتفاقيه. هذه بعرف في نقاش عليها، وهذا النقاش خليه يحصل كمان بالجلسه، ما في مانع. بس بالاخر المهم يكون في عندنا تصور واطار قانوني حتى اي شيء بده يحصل كحلول، كان هذا المحارق او غيره. طيب اذا اقر هذا المرسوم بمجلس نواب الهيئه التشريعيه بيعتبر نافذ هذا القانون؟ ايه خلص بيصير نافذ، هودي كلها قوانين رح تصير. طيب رح تصير قوانين. اكيد موضوع المعاملات الالكترونيه اللي عملناه هذه من الامور الاساسيه اللي موجوده في مواضيع كمان، اتفاقات لها علاقه باتفاقات دوليه مع البنك الدولي من اجل مشاريع نحن عم تستحق. بعطيكي مثل، في موضوع 200 مليون دولار لتاهيل طرقات بلبنان، هذا استحقاقه هلا بتشرين. طيب اذا ما عملناه ما عملنا هذا الاعتماد، بروح الاعتماد لغير بلد. 200 مليون دولار مخصصين ل تأهيل الطرقات اللبنانية من بنك الدولي. فإذا في هيك اتفاقيات دولية مطروحة نحن بحاجة حتى نقوم فيها، بالإضافة إلى بعض الاقتراحات منا موضوع كرود مؤسسة الإسكان يلي انطرح فيها أكثر من اقتراح قانون يلي مفروض اليوم يطرح وزير المال، لأنه الناس بيهمها إذا اليوم أقر القانون بمجلس النواب يصبح نافذ. ايه ما في شيء، ما عندنا بقى منه مرتبط بحكومه تصريف اعمال، الحكومه هي دول قوانين مجرد تنشر اصبحت نافذة بس حتى الناس تعرف. طيب وهيدا القانون لحظه اقراره
مفروض انتم متفقين كيف بدها تتأمن اعتماداته. مظبوط، خليني اقول لك هذا النقاش لا بعد ما صار بشكل نهائي بين الكتل، بده يحصل بكره. اها بكره او تنين تنين او ثلاثه، تنين او ثلاثه بيجي دوره 16. حسب دوره انت رح يوصل. اذا التنين عندنا جلسه على بكره ومصباحيه ومسائيه او ثلاثه كمان في جلسه، فبس يوصل دوره. ويبدو حسب ما فهمت من الرئيس بري قال لنا اياها وقت اجتماعات المكتب انه في تصور توصل له وزير المال بده يطرحه علينا كحل لهذا الموضوع. خلينا ننتظر نشوف شو رح ينطرح وشو الصيغه اللي رح ممكن تكون مقبوله واللي ممكن تحل المشكله. واهميتها هلا بتقولي لي اوكي هلا اصلا خلصت هالسنه، هلا ب 2019 رح يرجعوا يحطوا مبلغ، بس بلكي وقعنا بزيت المشكله لعل هذا. بس مصرف لبنان غير مستعد انه 2019 يدخل مجددا بالقروض المدعومه. عنده بلا عنده مبلغ رح يحطه مثل كل سنه. هو مشكلته مصرف لبنان مش يحط مبلغ، مشكلته انه هالسنه المبلغ اللي حطه خلص استهلك بسرعة. يعني مصرف لبنان مستعد يرجع يفتح قروض مدعومه؟ اكيد رح يكون فيه بال 2019. ما بيقولوا انه هذه الاموال المخصصه للقروض المدعومه ما بقى عنده امكانيه. لا خليني اقول لك شغله، هو بخصص كل سنه مبلغ من الايداعات الالزاميه تبع المصارف، بقول لهم هودي حاطين المصارف ب 0% عنده. اذا انتم بتدعموا هالقروض بتعطوا فوائد مدعوم انا بخصمكم اياهم من ال 15%. طيب صارت هالبنوكي وحاطينهم 0%، لا بنحطهم ب 4 5% صارت توفي معهم. وقت خلص المبلغ اجى قال لهم البنوكي كملوا انتم. قالوا لا نحن ما بدنا، صاروا على مصرياتهم بيعتبروا انه في ريس عند مش هيك عندهم قدره توظيف بافضل من هذا، فما كان يهمهم الا اللي كانوا على 0%. هذا كان حافز عمله ليساعد اذا بديك الاقتصاد. هيدا المبلغ يعني مصرف لبنان عم بيسمح فيه سنويا، انما بحدود لا تشكل خطر على الليره اللبنانيه وعلى قيمتها. من هيك اليوم ما قدر يروح ابعد بالمبلغ، انما هو بعده ملتزم سنويا يرجع يحط المبلغ. طيب كل سنه بحط المبلغ، هالسنه استثنائيا بال 2018 صار في مشكله لانه هذا المبلغ استهلك بسرعه باول السنه. مزبوط. بينما عاده كل سنه عم ناخذ كل السنه ما عم يصير في عنا ازمه. هلا ما بدي ارجع للاسباب ليش بال 2018 صار هالشيء. في عده عوامل. منها السلسله ومنها منها قصه عليه الفوائد على اللبناني، وفي صار في تجاوزات حصلت هلا عم يتم تعقبها الى اخره. شو بدي بهالموضوع؟ هلا وصلنا لهون. نحن بال 2019 بده يرجع نحط مبلغ. هلا المشكله انه نحن لنحل مشكله 2018 استعملنا جزء من المبلغ تبع 2019 استعملوا هلا ليحل هالمشكله. انه سنه الجايه رح يكون مبلغ اقل من 2019. بجميع الاحوال هلا المشكله هلا لما نجرب نعملها انه نجرب نقدر نساعد عمليا ونحط ضوابط يمكن على مبلغ 2019 انه نوطي السقف. يعني قبل كان السقف مفتوح اكثر وشيء طبيعي لانه ما معمول بس ل معمول ليساعد بشكل عام الاقتصاد اللبناني. هلا مجبورين نوطي السقف لنعطي الافضليه بهذا المبلغ لذوي الدخل اكثر شيء محدود. طيب هيدا اوكي لعل حتى المبلغ بس هيدا القانون شو بيعمل اذا ما زال موجوده ديجا الموجوده اول شيء بعد في اشهر هلا ب 2018 ما خلصت وساعتها بدنا نبحث ساعتها نشوف هل هيدي فكره انه وضع اعتماد من ضمن الموازنه هي المخرج حتكون. انا هلا بشوف وزير المال شو رح يطرح حل اذا في يعني بالجلسه اللي ما بدي التزم قبل بوقت. انتم اخذين موقف كتكتل بالاول اساسا انتم عندكم في مشروع أكثر من فكرة. مقدم خليني اقول لك في اكثر من فكره بهذا الموضوع. خلينا نشوف النقاشات شو رح تصير بشكل نقدر نلاقي حل اذا فينا نلاقي حل يعني لهالموضوع. ايضا رح تابع معك بعد الفاصل الاعلاني الاخير بموضوع الجلسه العامه. فاصل اعلاني ونتابع. مشاهدينا اهلا بكم من جديد ونتابع حديثنا مع عضو تكتل لبنان القوي النائب العون. من ضمن الأسئلة على تويتر يوسف محفوظ بيسألك بما أنه تكلمت عن التوظيف والشباب العاطل عن العمل، لماذا لا يزال فريقك يعطل تعيين الناجحين في مجلس الكفاءة مجلس الخدمة المدنية؟ هكذا يكون الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد؟ شو قصتكم؟ وهذا موضوع بموضوع عدم توازن طائفي. إيه عدم التوازن الطائفي؟ هذا عم نجرب أول شيء نحفظ حق الكل.
حتى نكون متفقين يعني بقيت الجسد يعني بأي لحظة بده يتوقعوا كل اللي نجحوا يعني ما راح حقهم اللي نجحوا يعني فبس حتى نتفق على هيدي كمان حفظنا لهم حقهم. هلا في نقاش حول هالموضوع حول كيفية محافظة على توازن طائفي بالحد الأدنى بالدولة حتى هالدولة نضل حاسين حالنا كلنا معنيين فيها بالحد الأدنى. هذا موضوع نقاش يعني معقد شوي بحاجة لاستكمال بين زاوج بين أكيد حقوق الناجحين وهذا شيء طبيعي وهن مش معنيين أكيد بهذا بالخلل اللي صار بالمشكلة وبين هذا البعد إذا بدك الوطني الطائفي يلي مرتبط أيضا بالدستور بمكان ما المادة 95 وغيره يلي في نقاش حوله. فبرأيي هذا موضوع بده بلحظة ما كمان يتوضح حتى ما نرجع نوقف في مشكلة فيه بده استكمال مع الشركاء الآخرين حتى نجرب نلاقي صيغة ما نرجع نوقع بزيت المشكلة. بس إنه أكيد بما إنه حفظ حقهم إن شاء الله الله راضي بيرجعوا على بيلتحقوا بأسرع وقت يعني أنا بتمنى إنه هذه الصفحة نتويها بأسرع وقت. أيضا خضر بيسأل بخصوص مرسوم الطيران المدني الذي يحتاج فقط توقيع الرئيس إلى متى سننتظر لن يوقع الرئيس هذا المرسوم زيت شيء عم قول إنه هذا ما لم يحل ما كل الأزمة هلا ما بدي أقول أنت رح يوقعه أو لا بس بدي أقوله إنه نحفظ حقه إن شاء الله إنه النقاش حول هالموضوع بيخلص حتى نقدر نرجع يباشروا هن ونكون لقينا معالجة لهالموضوع. مغترب لبناني بده يورطك ما كان لازم يكون غير ألا عون رئيس للتيار الوطني الحر. بشكره ميرسي. وفي انتخابات عندكم بعد ولا لا؟ سنة الجاي مش رح يكون رئيس لمدى الحياة عندكم بالحزب؟ في كل استحقاق كل أربع سنين انتخابات حسب النظام الداخلي. شو رأيك بالخلاف اللي صار بين الوزراء وتطهير موظفين بكيدية سياسية حزبية معينة؟ هل هيدا النهج هو اللي بده يكون معك؟ بما انه هيدا الموضوع صار على طريق المعالجة بفضل ما ارجع له. طب بس اكيد عندك حتى كلام النائب وليد جملات بالاخبار كان امبارح كمان انه كيف بده يتعالج بس هذا الموضوع؟ كيف؟ عم بتم معالجته، خلينا نقول انه هذا موضوع يعني في جزء منه سياسي اكيد بشكل اساسي. في مشكلة بالعلاقات السياسية وطريقة التعاطي والنظرة لبعض عم توصل إلى هذا الحد من التعاطي يعني عمليا. أنا برأيي لازم هذا لبنان له خصوصية مش هيك؟ شيل هالحادثة بالذات بشكل عام له خصوصية. بعتقد إنه لازم نوصل لمحل يرجع يصير فيه طريقة مختلفة بالتعاطي كلنا مع بعض ونظرة كلنا لبعض كمكونات. في مراحل مرق فيها التعاطي بشكل مختلف. نذكر مرحلة مرقوا فيها المسيحيين بحالة تهميش كلي، كان في استعلاء عليهم، كان في إلى آخره، رجعوا خاضوا معارك ليرجعوا يجلسوا وضعهم إلى آخره. ففي اليوم إكليبر بدنا نوصل له، توازن بكل العلاقات كلنا بين بعض كمكونات بشكل إنه نعرف انه ما بقى مسموح حدا يعني يستقوي على الاخر او يتعاطى بشكل كيدي مع الاخر، او لانه نحن بشكل عام ما حاولنا نرسيه من خلال هالشراكة انه يكون في فعلا ندية بين كل المكونات. انا بأسف انه توصل الامور اللي وصلت له. مش عم بقول انه هيدي الحادثه كانت، لو كنت وزير بتعمل هيدي الحادثه لا بس سؤال، لانه اسمك من ضمن الاسماء المطروحه لكي يكون وزير. اسمعيني، لو كنت انا وزير لانه في كثير وزراء اليوم بالتيار. اسمحي لي تعمل هيدي، تعمل رده فعل كيدي على اي كلام موظف. اي كلام بدي اقوله من زعيمين سياسيين، اي كلام بدي اقوله اوكي حيعتبر كانه تعليق او حكم على اللي حصل. ما بدي فوت بهذا الموضوع خاصه لانه بطور المعالجه. لو مستضيفيني خلال المشكله كنت يمكن بحكي كلام اخر. اليوم موضوع عم بيخلص، عم بيتم معالجته على الهدوء بعيدا عن التوتر والتشنج. بليز بتمنى ما ارجع له، بس هذا بدي اقوله. هل صحيح انه الرئيس عون لم يكن راضيا عن اللي صار؟ خلص هلا ما بدي فوت بالاخر. في شيء حكم على ذهنية، يعني هيدا منه بس بدل على تصرف لحظوي. يعني البعض يقول إذا كانت المقارنة بين عهد الرئيس شهاب
وعهد الرئيس عون والذي اعتبر أنه مفروض عهد أن يعزز المؤسسات، في حدا ضرب كل هيدا أنا يعني بعتقد هون هيدا الحلم إذا بدك تقول انضرب اللي صار أنه لا بتشيلوا موظف منشيل اثنين. خليني أقول لك شغلة، كيف النظرية؟ هيدا موضوع إنه هيدا حماية المؤسسات هيك بتكون وتعزيزها؟ أكيد مش هيك، وبذات الوقت عم بقول لك انخلط السياسة بالمؤسسات، وهيدا شيء أصلا كان مؤسف يحصل من الأول ما كانت توقع المشكلة. يعني وقت بيوقع فعل وبصير عليه ردة فعل، صار ردة الفعل إذا بدك رغم إنه هي يمكن مش خيارنا الأساسي، أنا بالآخر عم نعالج واقع معين، عم نعالج واقع معين وصار هلا، وعم نجرب إنه هلا طالما عنا يعني في استعداد لنهدي الأمور تصير في معالجة لها، خلينا نقول إنه هلا نبقى هذا الأساس. أنا بحب هيك لما تبتسم إنه خلاص إنه لا خلاص هلا الموضوع صار، هلا أنا ما في أرجع له، هلا اللي بدي أقول حصل اللي حصل حصل. أي. أوكي بس في رهان دائما على العقلاء في التيار، وأنت من الأشخاص هلا شو بقدر أعمل اللي بيمثل منطقة التعايش. أنا شو بقدر أعمل أنا أكيد أنا خليني حتى ولا يعني خليني أقول لك شغلة، أنا كنت من أول أول تشنجات ومشاكل حصلت بيني وبين الاشتراكيين ممشين هيك تواصلت انا وزميلي هادي ابو الحسن وعالجنا اكثر من مشكله في المركز الاعلى، لان احنا كمان في منطقه في يافطه كنت انت معنا فيها واستقبال لك فيها اختلاط وما صار هيك، وهيدي منطقه والحمد لله هلا مسيطرين على الوضع. هلا بكل لحظه انا بعرف انه انا بعرف افصل السياسه والتحدي والشد الحبال بالسياسه عن الاجتماعي والعيش المشترك وغيره. هلا بس هيدا الشيء مع الاسف ما فيك تضبطيه عند الكل، من هيك اليوم شو صار معنا؟ ومن هيك اليوم اخر كمان لقينا النائب وليد جملات على نص الطريق بهالموضوع، انه ايه القواعد تفلت من ايدنا، ما فيها تبقى على هذا التحدي على هذا السقف من النقاش السياسي. يمكن انا وزملائي في الحزب الاشتراكي ممكن نوصل باللجان او بالمجلس وزراء افترضي او بمجلس النواب او على مناظره تلفزيونيه او مناظره تلفزيونيه نوصل لمحل نكون كثير قاسيين بعض بس على المستوى السياسي افترضي. اوكي بس نحن بنرجع بنلتقي وعندنا قدره نرجع نتواصل ونحكي، بس مش كل الناس هيك، الناس عم تروح باتجاه ثاني عاده، يعني راحت باتجاه كثير بعيد. لسبب نحن مسؤوليتنا دائما انه نضل محافظين على نكون دائما واعيين انه وهيدا موجه لكل سياسي اليوم بموقع مسؤوليه ينتبه انه اي شيء بيعمله له ارتدادات كثير سلبيه على واقع ناسه، ممكن هو ما يكون مقدرها، لازم يعرف يقدرها، لانه بالاخر نحن سلامه المجتمع ووحدته والوئام على صعيد العيش الواحد اللي كلنا معنيين فيه كمسيحيين ودروز افترض بالجبل او كمسيحيين وشيعة بالساحل او كمسيحيين وسنة ببيروت او بعكار او غيره او وين ما كان او ببعلبك الهرمل وكل هالمناطق او جنوب، نحن اليوم بانخلاط وين ما كان كمكونات لبنانية بين بعضها. نحن عندنا مسؤولية وقتها بنكون بسدة المسؤولية على مستوى رؤساء وزراء نواب اي، لازم نعرف نقدر انه اي كلمة بنقولها او كلمة بنعملها ممكن يكون لها ارتدادات كثير سلبية على شارعنا، لانه هيك تكوين البلد هيك. ونحن اذا حدودنا هالقد الدوز اللي عم نحكي فيها ممكن الدوز تبع الناس معنا تروح كثير لبعيد، وهيدا يلي عشناه اليوم على من وراء الاشكال بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر، ومع الاسف عم ندفع ثمن تطور العصر التكنولوجي، لانه هلا صار مش انت ملزمه بس باللي بيطلع على التلفزيون، على اي تلفزيونات بتنقي اللي بيطلع عليها. هلا كل واحد عنده تلفزيون ببيته، بحطك هيك قاعده ببيته طلع على باله بس في تويت بخض البلد، بس في بوست على الفيسبوك، التواصل الاجتماعي خرب الدنيا، فلت القصار في تفلت. مين اليوم الوسيط لهذا الحوار يعني اول شيء نحن اذا ما اقول سحب الفتيل بينكم الاشتراك حطك من ضمن انا اكيد انا على مستوى بعبده والمركز الاعلى، يعني نحن قايمين بوجبتنا والحمد لله ومسهلين المهمه اذا بدك، لانه اصلا في قنوات مباشره قويه، وهلا على صعيد الجبل يعني كمان علي وشوف لانه هول المناطق الاختلاط، علي وشوف كمان هلا في آلية حطيت وفي لجنة انعملت كمان حتى تعزز إذا بدك هذا التواصل وتستوعب إذا بدك التوترات. نحن بالآخر أي نحن مش ضروري نصير يعني نحن والاشتراكي متفقين على كل شيء،
ويمكن نضل بمواقع سياسية مختلفة. هيدا حقنا وهيدا حقهم وهيدا رح يضل هيدي الحياة السياسية فيها هالشيء. بس لأنه هاي المنطقة حساسة ومرقة بتجارب سابقة، بدنا نضل منتبهين إنه الاختلاف السياسي يبقى بهيدي الحدود، ما ينزل إلى حد إعادة النظر بكل شيء بالعيش الواحد وبالمصالحة. أتابع معك أستاذ ألان بعد بعد أن نتوقف مع زميلتي رشال كرم المتواجدة في العبد لمتابعة يعني غرق الزورق الذي يقل أو الذي كان يحاول أن يقل لاجئين في محاولة للخروج بشكل غير شرعي من لبنان. صباح الخير رشال. صباح الخير لعليك نانسي. صباح الخير لضيفك للمشاهدين. رشال آخر المعلومات عندك، لأنه صار في كتير تضارب ببعض المعلومات حول العدد، حول عدد أساسا الأشخاص اللي كانوا موجودين على الزورق، حول أيضا عدد الضحايا، وهل عرف من هي الجهة المسؤولة التي تنظم هذه رحلات الموت؟ تفضلي. أوكي، خلينا نوضح الموضوع بشكل مختصر جدا. بحكم أن العديد من مواقع التواصل وحتى المعلومات التي تداربت في هذا الشأن، بحسب المعلومات الأمنية لقناة الساعة الرابعة فجرا حصل اتصال مع مخابرات الجيش التي حولت الموضوع إلى البحرية. تم توجه إلى تقريبا 400 متر باتجاه البحر، ولم يكن هذا الزورق قد يعني ابتعد كثيرا عن الشاطئ، فقط 400 متر. هذا القارب كان يضم 39 شخص. حتى الساعة واضح بأن المعلومات النهائية أن هناك فقط 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، وتحديدا نتحدث عن مستشفى الخير وهي في عكار 4 في حالة الغرق وفي حالات الهلع. أما البقية ننسي فقد تم نقلهم إلى سكنة الجيش في القبة الذي تم تأمين لهم الطعام والشراب. ولكن القضية أو القصة في هذه المرحلة هي الطفل، والطفل خالد نجمي وهو فلسطيني من عين الحلبة يبلغ من عمر 5 سنوات الذي قد غرقا، وهذا ما يذكرنا بالطفل إيلان الكردي الذي أيضا مات غرقا على شواطئ التركية في بودروم. هذه المشهد هي تنعكس على المشهد اللبناني، ولكن من هي الجهة التي تشغل هؤلاء أو الذين أمنت لهؤلاء ما حصل وتحديدا هذا القارب؟ ليست المرة الأولى ننسي أن تحصل بها. نحن نتذكر تقريبا منذ السنة ونصف السنة أيضا كان هناك حالة فرار أو هرب أو لنقل نقل عبر البحر باتجاه قبرص، عقب ما كانت تكون باتجاه تركيا، ولكن أنت الوجهة قبرص. منذ سنة ونصف السنة أيضا كانت هناك حالة مماثلة ولكن لم يكن هناك ضحايا. لكن حسب المعلومات أيضا بأن نعم يبدو انقطع الاتصال مع رشال. طبعا رشال ستكون معنا في تفاصيل لاحقة، ويعني المؤكد بأنه كما قالت بحسب معلومات الزميلة رشال كرم فإن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن هذا القارب هن 39، 4 جرحى نقلوا إلى المستشفيات. بعد معنا رشال. إيه نسي عفوا، تفضلي. ولكن خليني أقول شغلة، إنه بعض مواقع التواصل الاجتماعي تنقل او تحديدا الواتساب هنا في المنطقه تنقل عن ان هناك احد المطلوبين الخطيرين من عين الحلوه الذي كان في هذا القارب. باتصالاتنا مع الجهات الامنيه حتى الساعه لم ينفوا ولم يؤكدوا حتى ان المعلومه وصلت اليهم، بحكم ان هؤلاء الاشخاص الذين كانوا على الزورق تم نقلهم الى القبه ليكون هناك تحقيق معهم من قبل مخابرات الجيش، ولكن هل فعلا كان هناك مطلوبين فارين من عين الحلو على هذا القارب باتجاه قبرص؟ حتى الساعه هذه معلومه علينا التاكد منها، ولكن هي مطروحه من قبل اي سنه الاشخاص الذين تم التواصل معهم او ابناء المنطقه الذين يتواجدون هنا ويتم التحديث معهم. بعد قليل سوف نكون في نقل مباشر من العبده ليكون لدينا بعض التفاصيل الاخرى او اقل المشاهدات التي كانت بالنسبه الى هؤلاء الذين كانوا على الشاطئ اليوم هذا الصباح أو فجر هذا اليوم. نعم رشال، بما يتعلق بأن أحد الأطفال غرق وهو يعني الضحية الوحيدة، خالد، هل هذه المعلومة صحيحة؟ قد ايه عمره؟ طبعا خالد نجم، تحدثنا عن موضوع نانسي، خالد نجم عمره 5 سنين من مخيم عين الحلوة فلسطيني. الأم والأب لا يزالان على قيد الحياة ويتم أيضا التحقيق معهم. إضافة لهذا الموضوع أن الجميع وهم 39 الذين كانوا على هذا القارب أحد منهم لم يكن يرتدي
البذعة التي يعني يتم عادة أو غالبا عندما سترة النجاة، نعم سترة النجاة بين تركيا واليونان، كان هناك دائما سترة النجاة، ولكن في هذا القارب وفي هذه عملية التهريب لم يكن هناك أي سترة نجاة على أجساد هؤلاء، لذلك مات أو مات الطفل خالد في هذه المصيبة، ولكن الآخرين حتى الحالات الأربعة الأخرى التي أيضا غرقا واختناقا وهلعا لأنه لم يكن هناك أي سترة نجاة على هؤلاء الأسد. علينا أن يعني نبحث أكثر من هي الجهة ومن هي المافيا التي صح التعبير التي تشغل هؤلاء. ونحن نتحدث عن قارب صيد نانسي، يعني 39 شخص على هذا القارب. الأسباب التي أدت إلى هذه الحادثة حتى الساعة مجهولة، ولكن واضح بأنه بمجرد أن أخلى التوازن بشخص واحد في هذا القارب بالإمكان بكل سهولة أن يعني أن يغرق القارب بأكمله. 39 شخص على قارب صيد، بالإمكان تصور المشهد كيف كانت هناك زحمة على هذا القارب. نعم شكرا لك رشال، طبعا سنعود إليك مع أي جديد. بالأخيرا استزألة امبارح النائب الياس حنكاس كان عم بيقول انه وجه سؤال لرئيس الجمهوريه على تويتر بموضوع مرسوم التجنيس، شو صار بهذا المرسوم؟ هل اخذته براي الامن العام؟ كل الشغل اللي اشتغل هذا المرسوم العام هلا راح صدى يعني؟ اكيد صار نافذ، الا باستثناء انه مجلس الشورى الدولي يبطله. فإذا بانتظار إذا ما كان في رأي للأمن العام ببعض الأسماء عطوا ملاحظات وتطلعوا عليها يعني. هلأ الموضوع تم تقدير الملاحظات إذا ضرورية أو إذا مهمة أو مش مهمة أو إذا بتبطل الأشخاص المعنيين أو لا، أنا ماني بالتفاصيل مشان عم بهتم بهذا الموضوع بتفاصيله، بس اللي بعرفه أنه هلأ نحن بما يخص هذا المرسوم هو اكيد هلا صار ينفذ، يعني ينفذ. هلا في طعن صار قدام مجلس الشورى الدولي، ما في مجلس الشورى الدولي الوحيد عنده صلاحيه يقول اذا هذا المرسوم قانوني او مش قانوني او صار نافذ، يعني في العالم تاخذ عادي هويتها اكيد وعم تاخذ هويات العالم، بلش يطلع هويات يعني اصلا. شكرا لك النائب ألعون عضو تكتل لبنان القوي. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، غدا حلقه جديده من حدث، الى اللقاء.